نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا وهدانا إليه صراطا مستقيما لا شيء مثله ولا إله غيره، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه هي المحاضرة الخامسة في شرح الأربعين في التربية والمنهج. انتهينا في المرات السابقة من وقفة عن أهمية طلب العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الزيادة في شيء من الله عز وجل إلا من العلم، ولهذا فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه على التزود في طلب العلم، كما يظهر أمامكم الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الأول، وهو العمدة في الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني كان عن فضل العدل، والحديث الثالث كان عن ذم الكبر والتعاظم بالآباء وبالأنساب، وكيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو الرجال إلى رجلين: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم انتقلنا إلى الحديث الرابع، وهم هؤلاء الشباب الذين جاءوا ليتعلموا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رأينا دور المعلم مع الطلاب، كما يعني رسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الخامس عن هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وكأنهم تقالوها وقالوا بأن هذه العبادة قد تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهل لهم ووضح لهم وبين لهم أن هذا ليس من السنة، فوضح لهم أنه يتزوج النساء، وأنه يصوم ويفطر، وأنه يصلي ويرقد. وفي الحديث الثالث كان حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية للشباب لاهتمامه بهذه المرحلة في مسألة الزواج، وأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم الحديث السابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ثم الحديث الثامن، ويتكلم عن حسن الخلق. ثم نبدأ بإذن الله تعالى في هذا الحديث، الحديث التاسع، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما قلنا من قبل أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ثم يأتي صحيح مسلم. فإذا ما جاءك الحديث وقيل عنه أنه متفق عليه، أي في البخاري ومسلم، فهذا في أعلى درجات الصحة. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث عظيم فيه من المعاني الكبيرة والكثيرة، وفيه من هدي ومنهج نحتاج إليه في هذه الأزمان وفي هذا الوقت، لأنك ترى ولأننا نرى من يريد أن يغير منكرا فيأتي بمنكر أكبر منه، وهذا له حكم، وهذا لا يستطيع أن يغير المنكر بيده ويقوم بالتغيير بيده فيقع في منكر أكبر منه. فهذا الحديث يعتبر منهج واضح ومنهج قويم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخوتي الكرام، وهل الإسلام إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ الإسلام كله أمر بمعروف ونهي عن منكر، فكل أحكام الإسلام تدل على الفضائل وتنهى عن الرذائل. فالإسلام يقول لنا افعلوا هذه الفضائل فيأمر بمعروف، وانتهوا عن هذه الرذائل فينهى عن منكر. فالإسلام إما أمر بمعروف وإما نهي عن منكر. لكن هل المقصود كما في الحديث من رأى منكم منكرا، أي هل المقصود رأى بعينه، يعني هل المقصود رأى بعينه أم وصل إليه خبر؟ قد يكون المقصود الاثنين. فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فيه أن ذلك يشمل، فيه أن ذلك يشمل من رأى، سواء رأى هذا المنكر بعينه وأمام عينه عيانا بيانا، أو أننا بلغه الخبر إما من ثقة وإما عن طريق التلفاز أو الإذاعة أو أي ذلك أو أي أمر من هذه الوسائل، بشرط أن تكون موثوقة. فما الذي يجب عليه حينما يصل إليه هذا الخبر وأن هذا منكر؟ لابد أن يتأكد أن هذا منكر، فعليه أن يسعى في تغيير ذلك المنكر. إذن اتفقنا أن هناك منكر ويجب تغييره، ويجب تغيير هذا المنكر، فكيف يغيره؟ لأن الناس يختلفون في تغييرهم لهذا المنكر، فمن الناس من يستطيع أن ينكر ذلك ويغير ذلك المنكر بيده، فهذا واجب عليه، لكن بشرط الذي يستطيع أن يغير المنكر بيده بشرطين. يعني ننتبه لهذا الأمر جيدا، لأن كما قلنا بأن هناك من غير منكرا بيده، لكن للأسف الشديد غير هذا المنكر إلى منكر أكبر منه، لأنه لم يدرك ولم يفقه معنى هذا الحديث. فما هي الشروط التي تمكن من ينكر بيده؟ من ينكر بيده، أولا القدرة على ذلك، أنه يستطيع أن ينكر ذلك المنكر بيده، عنده مقدرة. مثل من؟ مثل ولي الأمر، الأب في البيت يستطيع أن ينكر ذلك المنكر بيده، وولي الأمر والشرطة مثلا الذي يحولها ولي الأمر أو الحاكم في هذا الأمر. الأمر الثاني يعني قلنا الأمر الأول أنه يستطيع أنه عنده قدرة. الأمر الثاني لكي ينكر بيده عدم حصول مفسدة أكبر من المفسدة الموجودة، عدم حصول مفسدة أكبر من المفسدة
الموجودة، وهذا سيأتي إن شاء الله رب العالمين. طيب، الذي يستطيع أن يغير بيده ينتقل الأمر إلى نقطة أخرى، ألا وهي التغيير باللسان. التغيير باللسان، ثم إن لم يستطع وعجز عن ذلك فليدخل في المرحلة الثالثة وهي بالقلب، وهي بالقلب. وهذه النقطة أيضا لها فقه، وهذه النقطة أيضا لها فقه سنعرفه إن شاء الله. طيب، أحوال تغيير المنكر قلنا إما باللسان، إما باليد، وإما باللسان، وإما بالقلب. إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وباليد لابد أن يكون عنده قدرة، ويكون ونتأكد من عدم حصول مفسدة أكبر من ذلك. لو قلنا أن هناك منكر، ثم أراد المحتسب الذي يريد أن يغير ذلك المنكر، أراد أن يغيره فوقع منه منكر أكبر، فوقع منه منكر أكبر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا إزالة مفسدة ترتب عليها مفسدة أكبر منها، فالمفسدة التي هنا تبع أكبر منها، فلا بد، لا بد أن تزال المفسدة ولا يكون مفسدة غيرها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما دخل التتار بلاد المسلمين، بلاد المسلمين التتار جاءوا ليحتلوها، وكانوا يشربون الخمر. هنا وجب على المسلمين أن ينهوا عن ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لطلابه وتلاميذه دعوهم يشربون، دعوهم يشربون هذا الخمر، لأنهم عندما يشربون لا يكونون في عقلهم وفي وعيهم فلا يتعرضون للمسلمين. فهنا شيخ الإسلام تيمية تركهم، لماذا؟ لأنهم لو جاءوا في وعيهم لحدث منكر أكبر مما هم فيه، فهم يشربون الخمر فضربوهم على أنفسهم، أما لو توقفوا عن الخمر سيقتلون المسلمين، وهذا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن إخوة الكرام، عندنا حالة أولى، تغيير منكر سيترتب عليه منكر أكبر، فهذا لا يجوز. إذن على من يريد أن يفعل ذلك عليه أن يتوقف، لأن تغيير هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر. الحالة الثانية، أن يترتب على تغيير المنكر منكر أصغر منه، يعني المنكر لا يزال بالكلية، إنما يتغير هذا المنكر إلى منكر أقل، يعني بمعنى أنه سيتخفف هذا الإيه المنكر، وهذا يجب أن يفعل بقدر الإيه المستطاع. هل الثانية الثالثة، أن يزول المنكر بالكلية، يعني سيدخل في إزالة هذا المنكر وسيزول المنكر بالكلية، وهذا واجب عليه فعله، وهذا واجب عليه فعله. طيب، إذا أنكر المنكر، إذا أنكر المنكر وتولد منكر آخر مساو له، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فمثال على ذلك، أنتم ترون الآن في وسائل الإعلام سواء مرئية أو مقروءة أو مسموعة أو أي شيء من هذه الوسائل، تجد من يسب الصحابة، وتجد من يسب أمهات المؤمنين، وتجد من يشكك في الإسلام ويلقي بالشبهات وهذه الأمور. يوجد في محل من المحلات أو متجر من المتاجر هذه الكتب أو هذه المجلات التي تسب الصحابة وتسب أمهات المؤمنين وتشكك في تعاليم الدين، ومن جوارها مجلات أخرى لكنها فيها من الأغاني، فيها من الصور كذا كذا كذا. هنا عندي منكر ومنكر، تمام، عندي منكر ومنكر، أيهما أولى؟
أيهما أولى؟ لو لم نستطع إلا أن نزيل منكرا واحدا فبأي شيء نبدأ؟ نبدأ بالمنكر الأكبر ونترك هذا المنكر الصغير، هو ليس صغير في، لكن صغير بما بالمقارنة بما بالآخر. فنزيل هذا الذي يلقي الشبهات ويسب الصحابة ويسب أمهات المؤمنين، هذا الذي يجب أن ننتبه له أولا، وأن ندعو أن يترك هذا العمل أولا، ونزيل هذا المنكر أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى النقطة الثانية. وكما يقول العرب، عندما تريد أن تفرق بين شرين تقول، ما تقول هذا أحسن من هذا، أحسن من هذا، يعني تقول إيه، لا خلي ده عشان أفضل، لا، إنما تقول هذا أقل شرا من هذا. قال شيخنا في الشرح: هذا أقل شرا من هذا. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة والأخوات الكريمات، حديث عظيم فيه من الفوائد الجمة الكبيرة والكثيرة. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث العظيم، يعني إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيه أيها الإخوة الكرام أن فيه براءة الذمة، أن يلقى المسلم الله عز وجل وهو بريء الذمة، حتى يقول له الله عز وجل: رأيت هذه المنكرات ورأيت كذا وكذا ولم تتكلم، ولم يتمعر وجهك فيها قط، لكن فهذا الحديث فيه براءة للذمة أمام الله عز وجل. لكن هذه البراءة مرهونة بالاستطاعة، مرهونة بالاستطاعة، وهذا من يسر الإسلام ومن رحمة الإسلام ومن فضل الإسلام ومن محاسن الإسلام، أنه لا يكلف العبد ما لا يطيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون. فإن لم تستطع بيدك فبلسانك، وإن لم تستطع بلسانك فتستطع بقلبك. ففي هذا الحديث براءة الذمة مرهونة بالاستطاعة. وأيضا في الحديث فائدة عظيمة، ألا وهي أن براءة الذمة لا تستلزم إزالة المنكر. هذه البراءة، براءة الذمة، لا تستلزم إزالة المنكر. يعني ربما لا أستطيع أن أزيل هذا المنكر، لكني أمام الله عز وجل قد برأت ذمتي، يعني كنت وأردت أن أنهى بلساني ولم أستطع ذلك، لكني قمت بالواجب الذي علي. فبراءة الذمة إخوتي الكرام نقطة مهمة جدا، براءة الذمة لا تستلزم إزالة المنكر. هذا الحديث العظيم أيضا فيه كمال الشريعة وسماحتها، حيث لم تكلف المسلم بما لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يستطع بيده فبلسانه فبقلبه. فهذه الشرعة السمحة، وكما قلت في المقدمة، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما. هذا الدين دين قيم، دين سمح، دين سهل، دين بسيط، أكثر العباد وأكثر الناس لا يعلمون. ولو علموا ما في هذا الدين من فضل ونعمة ومن رحمة لدخل الناس جميعا في هذا الدين، والله المستعان. في هذا الحديث إخوتي الكرام، لعلكم تلمحون في هذا الحديث، يعني نريد أن نتواصل الآن، رغم يعني نتواصل الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نلاحظ هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد.
طيب، قول فبلسانه وعمل بيده واعتقاد بقلبه، ما أعظم هذا الدين. وسبحان الله، أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فهو يتكلم بوحي، يتكلم بوحي من الله عز وجل. فهذا الحديث إخوة الكرام أيضا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد، فلا يخرج القول ولا يخرج العمل ولا يخرج الاعتقاد، فكل ذلك من الإيمان كما قرر أهل السنة والجماعة. قلنا من النقاط المهمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه هذا الحديث وفقه هذا الأمر، على من يريد أن يغير منكرا، وهذا يسمونه المحتسب، يسمونه المحتسب، على من يريد أن يغير المنكر عليه أو عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتحقق أن ذلك منكر، يعني هذا الأمر الذي يحدث يتحقق أنه منكر، لابد أن يتبين هل هذا الأمر منكر أو غير منكر. الأمر الثاني يتحقق أن يكون هذا منكرا في حق الفاعل، أن يكون منكرا في حق الفاعل، وسنضرب مثلا. والأمر الثالث ألا يترتب على ذلك مضرة أكبر. إذن ثلاثة أمور يجب أن ينتبه لها يريد أن يغير هذا المنكر: أن يتأكد أن بالفعل أن هذا منكرا، ثم أن بالفعل هذا منكر في حق من يفعل، أنه بالفعل يستطيع أن يغير ذلك المنكر ولا يترتب على ذلك مضرة أكبر. نضرب لذلك مثال كما قال شيخنا حفظه الله. هذا المثال: نسير في الشارع في شهر رمضان ورأينا رجلا يأكل، أو دخلنا متجرا ورأينا رجلا يأكل، إذن هذا منكر. رجل يأكل في نهار رمضان، هذا منكر، تأكدنا أن هذا منكر. إذن ننتقل إلى النقطة الثانية: نتأكد أن هذا منكر في حق الفاعل، فربما يكون مريضا، ربما يكون مسافرا، ربما يكون ناسيا، ففي هذه الحالة لا يكون منكرا في حق هذا الرجل، في حق هذا الرجل. فالنقطة الثانية أن نتنبه أن يكون هذا منكرا في حق الفاعل، في حق الفاعل. طيب، ألا يترتب على ذلك مضرة أكثر. مثال لذلك: مشاجرة أردت، ومشاجرة بين يعني أناس لا خلاق لهم، ليس لهم أخلاق، فدخلت لي يعني أفض هذه المشاجرة، لكني استشعرت أنهم قد يتطاولون علي ببعض الألفاظ، قد يخرج منهم ألفاظ كسب الدين، أو سب مثلا اللحية، أو سب مثلا الصحابة، يعني مثل هذه الأمور. في هذه الأمور لو أنا دخلت وأردت أن أفض هذه المشكلة وقاموا بمثل هذا الكلام، إذن أنا أنهيت مشكلة لكني أديت إلى مصيبة أكبر ومضرة أكبر. ففي هذه الحالة دعهم يتشاجرون، لأن ذلك سيؤدي إلى مضرة أكبر. من الأمور أيضا التي يجب أن ننتبه لها في هذا الحديث العظيم، وهذا في نقطة: ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، أنا الآن لا أستطيع أن أنكر بيدي، ولا أستطيع أن أنكر بلساني، وأجلس مع أناس يسبون الصحابة، أو يشربون خمرا، أو يفعلون أي منكرا، وأنا جالس ولا أستطيع أن أنكر بيدي ولا بلساني، ولكن كره قلبي هذا الأمر، هل أجلس وأظل معهم أم ماذا أفعل؟ إن الكره بالقلب
يستدعي ويتطلب أن ينتقل الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر. ففي هذه نقطة مهمة جدا، فلا نجلس معهم إذا لم نستطع باليد أو باللسان، وانتهى الأمر إلى القلب، فلا بد من الانصراف من هذا المجلس وعدم مخالطة أهل المعاصي في معاصيهم. هذه نقطة مهمة جدا. طيب، لعل من المناسب أيضا في هذا الحديث أن نتكلم عن بعض الأمور، يعني حتى نفقه هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه من الأمور الهامة جدا في ديننا. فالله عز وجل قد أكرم هذه الأمة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هم المفلحون الذين يأمرون وينهون. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بهم أولياء بعض. ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية بمكان في دين الله عز وجل. فلا نخجل بأن نأمر وننهى. كلنا يرى في الشارع ما يعني أمور كثيرة يندى لها الجبين، لكن بالرفق واللين وبالموعظة الحسنة، حتى لا يؤدي إنكار هذا المنكر إلى منكر أكبر منه. وكل بحسبه، وكل موقف بحسبه. قد يكون هناك موقف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الشدة، وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موقف آخر فيه الرفق، وستبين ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوتي الكرام، حتى نفقه بعض الشيء الآن. عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أركان، أربعة أركان. الذي سيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام؟ الذي سيقوم هو الآمر الناهي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أربعة أركان. الركن الأول وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يسمونه المحتسب، أي يحتسب هذا الأمر عند الله عز وجل. فهذا الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني، الركن الثاني، الذي سيقع عليه الفعل، وهو المحتسب عليه، أي الذي يقوم بهذا المنكر، فهذا الذي يقع عليه الفعل. الأمر الثالث أو الركن الثالث في هذه العملية، عملية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المحتسب فيه، أي الأمر والنهي نفسه. رابعا، المحتسب به، أي الوسيلة التي سيستخدمها من يأمر وينهى. هذه الوسيلة هل سيغير بيده؟ هذه وسيلة. هل سيغير بلسانه؟ هذه وسيلة. هل سيغير بقلبه؟ هذه وسيلة. نضرب لذلك مثال حتى يتبين هذا الأمر. رجلا رأيت لو أن رجلا لا يحضر إلى الصلاة في المسجد. الآن رأينا رجلا يحضر إلى الصلاة في المسجد، فوعظه رجل آخر. إذن عندنا رجل واعظ، فهذا المحتسب أو الذي يقوم بالفعل، الفاعل الذي ينهى، الذي يأمر وينهى.
والذي لا يصلي هو المحتسب عليه، أي الرجل الذي ترك الصلاة، والمحتسب فيه وهو ترك الصلاة، والمحتسب به هي مسألة الوعظ التي قام بها هذا الرجل. نأتي إلى مسألة مهمة وغاية في الأهمية، لأن هذه أيضا نسمعها كثيرا في وسائل الإعلام ويريدون أن يشوشوا علينا هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون أو يقولون عن الإسلاميين مثلا في أي دولة أنهم سيقيمون دولة إسلامية فتأمرون بالمعروف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأن ذلك يعني شيء لم يكن في الدين. انظروا إخوة الكرام إلى هذه الشبهات وسنرد على هذه الشبهات أيضا. الشبهة الأولى يقولون نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لأن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية. يقولون ذلك، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يا أخي بارك الله فيك، دي حرية شخصية، أنا حر، ويقول لك ذلك أنا حر، ودعوا الناس في شأنهم ولا تتدخلوا في شؤونهم الخاصة ولا تأمروهم ولا تنهوهم في حالهم، لأن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية. ثم يقولون لك وهذه الحرية ثابتة في الإسلام، ويستدلون أيضا، يعني لم يتكلموا فقط، إنما يستدلون أيضا من الكتاب والسنة، فيقولون لك قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فيستشكلون عليك بهذه الآية لا إكراه في الدين، لكنهم ما علموا فقه هذه الآية ولا شرح هذه الآية. طيب، قال هل يوجد حرية شخصية كما يزعمون في أي دولة من الدول كما يزعمون؟ لا يوجد، لا يوجد ذلك، فلماذا يستشكلون علينا بهذا الأمر في بلادنا وعلى الإسلام؟ طيب سأسأل سؤالا، في أي دولة من الدول، أي دولة، اذهب إلى أي دولة كانت، هل يستطيع إنسان أن يقطع الإشارة الحمراء في الشارع ثم إذا ما وقعوا له عقوبة يقول هذه حرية شخصية؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يفعل ذلك، إنما هي شبهات، إنما هي شبهات فقط. فمسألة الحرية الشخصية مردود عليها، والحرية الشخصية لأي إنسان تقف عند تعارض هذه الحرية مع حريات الآخرين. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. فلا يوجد حرية شخصية يدعون، إنما هي شبهات مزعومة. أما عن فهم الآية لا إكراه في الدين، ففهموا هذه الآية فهما خاطئا، فهما خاطئا. هذه الآية لمن يريد أن يدخل في الإسلام ابتداء عندنا، يعني يوجد أناس كفار غير مسلمين الآن لا إكراه في الدين، أنت تعتقد أي اعتقاد اعتقد قبل أن تدخل، لا إكراه في الدين، لا نكره أحد على الدخول في هذا الإسلام، فقط ندعوك بالحسنى، لكن لا إكراه في الدين، لا نكره أحد على الدخول في الدين، لكن إذا دخلت في الدين انتفت هذه الحرية المزعومة، فهناك أوامر وهناك نواهي، يقول هنا قال الله عز وجل كذا، عز وجل عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا، فلا يأتي بعد ذلك ويقول أنا لا أصلي، لماذا؟ أنا حر، هذه لا ترتدي الحجاب أنا حر، هذا يسمع الأغاني أنا حر، لا، هذا ليس في دين الله عز وجل. كنت حرا قبل أن تدخل إلى الإسلام، وليس هذا معناه أن الإسلام قيد وسجن، إنما هذه الأشياء شرعها الله عز وجل لصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثانيا، أو الشبهة الثانية التي
يعني يشوشون بها على من يريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنهم يقولون لك اترك هذا الأمر ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لماذا؟ لأنه لا يضرنا ضلال الضالين. خلاص يا أخي اتركهم، هو مفسدته على نفسه، هم يقولون ذلك، المفسدة على نفسه، هذا يدخن يضر نفسه، هذه تفعل كذا تضر نفسها، وهذا يغش يضر نفسه. هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ، وهذا قد يرد عليه يعني من غير الشرع، يرد عليه أيضا بالعقل، وإن كان الشرع أولى. لو أن هذا الرجل الذي يتكلم هذا الكلام جاء بصانع أو عامل في بيته ليدهن له الحائط مثلا، أو يصلح له التلفاز، أو يفعل ذلك أي شيء، وفعل شيئا خاطئا وخطأ، هل سيتركه وإلا سينهاه؟ بل سيأمره وينهاه، يقول له هذا الذي تفعله خطأ، فيأمر وينهى لأنه سيضره في بيته. فهذه النقطة أنه لا يضرون ضلال الآخرين، فهذا كلام خاطئ. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا أيضا ضلال منهم، أنهم يفهمون الآية بهذا الطريق، بهذه الطريقة. ولكم مثلا يوضح هذه المسألة، ولعل كثيرا منا يعني يشعر بهذه النقطة. لو أننا نعيش في حي من الأحياء، وفي هذا الحي وفي هذا الشارع بعض الأولاد أو بعض الشباب يدمنون المخدرات، يدمنون المخدرات، هل سنقول لأنفسنا جميعا دعوهم واتركوهم، فهؤلاء يعني بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم لا يضرون ضلالهم؟ إذا فعلنا ذلك وتركناهم ولم نتدخل، أقصد التدخل أي نأمر وننهى بالضوابط الشرعية، وتركناهم، عندما تنزل أختي إلى الشارع سيتعرضون لها، وعندما زوجتي سيتعرضون لها، وعندما تنزل ابنتي سيتعرضون لها، وإذا تركت سيارتي في الشارع أن يسرقوها. وقس على ذلك الكثير الكثير هذه الشبهة أن هؤلاء ضلال وضلالهم على أنفسهم، كلام مردود، لأن هذا الضلال مردوده سيعود على المجتمع. الشبهة الثالثة التي يتكلمون عنها، ألا وهي ترك المعروف والنهي عن المنكر بسبب التقصير والنقص. بمعنى يقولون للذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا أخي يعني خليك في نفسك، لما يزداد الإيمان وعندما تنتهي من فعل كل شيء فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ويستدلون عليك بقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يستدلون أيضا بهذه الآيات، ويستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني رجل مدخن رأى إنسانا آخر يدخن، فقام المدخن الأول للثاني وقال له: امتنع عن التدخين، فهنا يأمره أو ينهاه عن هذا المنكر. هذا ليس معناه أن كل من يكون في معصية يتوقف عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قد لا يستطيع هو الآن أن يتوقف عن التدخين، لكنه لما علم ضرر التدخين أراد ألا يقوم المدخن الثاني بالتدخين. قد يقول في نفسه: أنا الآن كبرت في السن، لكن هذا شاب أنصحه الآن حتى لا يقع ما وقعت أنا فيه، فليدرك نفسه من الآن. فالقول بأن دعك في نفسك وقل في نفسك اترك المعصية أنت أولا، لا، هذا لا. فهذه نقطة يعني أيضا مهمة.
من الشبهات أيضا التي الشبهة الأخيرة في هذه النقطة، ترك الاحتساب أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم استجابة الناس. يعني يقول إنسان يريد أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، فيقوم من بجواره ويقول له: دعك منهم، هؤلاء ليس فيهم فائدة، هؤلاء ليس فيهم رجاء، هؤلاء لن يهتدوا أبدا. لماذا؟ لماذا يقال هذا؟ ويقول لك: هؤلاء لا يستجيبون، فلان جاء إليهم ولم يسمعوا الكلام، وفلان جاء إليهم ولم يسمعوا الكلام. وهذا خطأ كبير. هذا الأمر إخوة الكرام هذا يهتدي أو لا يهتدي، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا أمر غيبي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. فوجب علينا التناصح، والأمر كله لله عز وجل مهما كانت المشقات، كما يقول أخونا إبراهيم في أدام الفني، فمهما كانت المشقات ومهما كان التعب. ولعلي أقول ونحن نتكلم الآن في هذه الأكاديمية المباركة، ومن هنا كان يجب أن نقف وقفات مع هذه الصورة وستعمل بإذن الله تعالى. نعم. ولعلي أقف وقفة يعني مع هذه الأكاديمية المباركة. هذا الجهد المبارك من إخواننا في هذه الأكاديمية جهد مبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. هذا يسمع هنا وهذا يسمع هنا، وفي المرة الأولى في المحاضرة الأولى عندما انقطع التيار الكهربائي أثر فيها كثيرا، بالفعل أثر فيها كثيرا اتصال أخ من الدعم الفني من المملكة، من المملكة العربية السعودية، اتصل ليطمئن ما الذي حدث. وهذا جهد مبارك. لو أن كل واحد منهم قال: يعني علامة هذا المجهود، قد لا يدخل أحد وقد يدخل، قد يهتدي أحد وقد لا 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 لا, لا. إن من أصول الوصول إلى الله عز وجل أنه عليك البداية وعليه التمام، أي عليك أن تبدأ، والله عز وجل سيكمل بعد ذلك وسيبارك في هذا العمل. فلا نتوقف أبدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحتاج هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا، في شارعنا، وفي حينا، وفي مدارسنا، وفي أعمالنا. نحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل أحوالنا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ينفق ويقاتل والعقيدة المتعرضة والأنصار كله وليس في الأفق ظل منهارة ولا رخاء، غير الذي ينفق ويقاتل العقيدة آمن الأنصار كسرى ونصرى والفوز قريبة المنال. نعم، بارك الله فيك ورحم الله يعني أستاذ سيد قطب رحمة واسعة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، وهذه شبهات، فوجب علينا إخوة الكرام أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان ديدنه، وهذا كان خلقه، وهذه كانت حياته: أمر بمعروف ونهي عن منكر. ولعلي يعني أنهي الكلام في هذا الحديث، يعني هذا الحديث الطويل العظيم، لأنه كما قال بعض العلماء إخوة الكرام: أهذا الحديث هو الدين كله؟ يعني بعض العلماء قال أن هذا الحديث هو الدين كله. فلا تستغربوا أن يأخذ منا هذا الوقت، لأنه حديث عظيم يستقيم به حال البلاد والعباد. لأن لو كل واحد منا رأى منكرا واستطاع أن يغيره بيده وفعل، لانتهت كثير من المنكرات، وبلسانه وبقلبه لانتهى كثير من المنكرات. أضرب لكم إخوة الكرام في نهاية هذا الحديث بعض من نماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة لنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى، وهذا هو الأصل في البداية.
والأصل في البداية البيت، لابد أن نأمر وننهى في بيوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد أن ننتبه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أمنا عائشة، ثم قالت أمنا عائشة في حق صفية رضي الله عنهما، عن أمنا عائشة وعن صفية رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة. أمنا عائشة الآن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صفية، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أي قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر دين. الآن الأمر دين، فيه غيبة لإنسان غائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أي هذه الكلمة قصيرة، لو وضعت وامتزجت بماء البحر لأفسدته من نذني من هذه الكلمة. قالت رضي الله عنه رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أنك أني حكيت إنسانا وأني لي كذا وكذا. إذن أمر هام جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى في بيته صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه أيضا روى حديثا قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي. حفصة قالت عن صفية رضي الله عنها، قالت عنها فبكت. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يبكيك؟ يقول صفية رضي الله عنها فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، يعني أنت ابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أصحابه. تذكرون معي هذه المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها الحد. فجاءوا إلى، يعني أهل هذه المرأة جاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه لعلمهم بمكانة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة رضي الله عنه الحب بن الحب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وشفع لها. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا كان له قبيلة ووجاهة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. ثم قال: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث الجميل حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال، يقول: طلب غلاما لي بالصوت، عنده غلام، وكان أبو مسعود البدري يضربه بالصوت، فيقول: فسمعت صوتا من خلفي، يعني صوت من خلفي
يقول اعلم أبا مسعود، يقول اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه لم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوك بعده أبدا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم وعن العنف مع الغلام الذي كان يضربه. واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أيضا مع العلماء مع العباد. وهنا العالم الموجود معنا هو معاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ كان يجلس أو يعيش في مكان بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبعد عنه بعض الوقت وبعض المسافة. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وبعد أن تنتهي صلاة العشاء يرجع إلى قومه ليصلي بهم العشاء. رجع معاذ رضي الله عنه يوما ليصلي بقومه، فلما افتتح في الصلاة بدأ يقرأ في سورة البقرة. الآن هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله وإلى قومه فيريد أن يصلي بالبقرة. فقام رجل يصلون فانفرد في صلاته وخف في صلاته وانصرف، فلما صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يشتكي معاذا، وقال له أن معاذ يفعل كذا وكذا. فنداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني تصلي بهم بالبقرة، هم ينتظرونك بعد أن انتهينا من صلاتنا وتصلي أنت بهم هذه الصلاة الطويلة، أفتان أنت يا معاذ. ثم أمره بأن يقرأ بالضحى الشمس وضحاها أو ب الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. فهذا من أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخيرا ينهى يأمر وينهى في جميع حالاته ومع جميع المجتمع. وتذكرون معي هذا الحديث وهذه هذا الموقف عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل السوق، فوضع يده صلى الله عليه وسلم في صبرة من الطعام، طعام موجود، فوجد فيه بللا، فقال لصاحب هذا الطعام وقال له ما هذا، ما هذا الذي أراه وألمسه بيده؟ قال لعله أصابه بلل من السماء. قال ولما لم تظهره إلى الناس؟ من غش فليس مني. فهذا إخوتي الكرام حديث عظيم، كان كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كما قلنا شرط الاستطاعة، وألا يؤدي هذا التغيير تغيير هذا المنكر. وأنت تذكرت كلام يعني ستجربكم كثير من الأشخاص كثير من العقبات في هذا الوقت وحده، فقد سلكتم سبل الدعوات رحمه الله رحمة واسعة. أنا سأذكر لكم إن شاء الله يعني موقف طريف للإمام حسن البنا إن شاء الله رب العالمين في الحديث القادم، يعني في نهاية الحديث موقف طريف جدا حصل يعني مع أهل بنها وأنا من بنها، فحصل موقف طريف سأذكره لكم في الحديث القادم إن شاء الله رب العالمين. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بشرط الاستطاعة وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى منكر أكبر، فإن لم يستطع فبلسانه
بأمر معروف عن المنكر بكلمة طيبة، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة إخوتي الكرام، فلنعمل بها إذا ما أردنا أن يتغير هذا الحال الذي نعيش فيه. نأتي إلى الحديث العاشر، وهذا الذي سنختم به هذه الدورة بإذن الله تعالى. الحديث العاشر وهو عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. قلت: وعليكم. هذه رواية. ورواية أخرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا الذي أخرجه مسلم، والحديث الأول أخرجه البخاري رحمه الله. هذا الدرس إخوتي الكرام أيضا فيه من الفوائد العظيمة الجليلة قول اليهود: السام عليك، السام عليك. هو أنا يعني سنكتفي بعشرة أحاديث فقط إن شاء الله، ولعل يكون في يعني في وقت آخر، يعني نتفق على وقت آخر ونكمل بقية الأحاديث بإذن الله تعالى. هم 40 حديث لكن لا نستطيع أن نكملهم يعني مرة واحدة، فإن شاء الله رب العالمين يعني لعل يكون في وقت آخر. أنا لا أريد أن أمر على الحديث هكذا، يعني ليه؟ أردت أن يكون استفادة ونسقط على الواقع. المقصد أننا نعيش مع الحديث ونستفيد منه في واقعنا. الآن نعيش مع هذا الحديث. استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أين؟ هم الآن يستأذنون عليه. تفضل، جزاك الله خيرا، حفظك الله أخيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، سامح، تفضل، جزاك الله خيرا، حفظك الله. أن هم اليهود استأذنوا الآن، استأذنوا للخروج، للدخول على اليهود، دخول على النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاص يعني انتهت المحاضرات، يعني اليوم سننتهي المحاضرات لان ان شاء الله عندنا امتحانات وكده، فانا سنتفق على موعد اخر باذن الله تعالى نكمل بقيه المحاضرات، يعني بقيه المحاضرات في دوره اخرى ان شاء الله رب العالمين، ليست بكره يعني ليست غدا ان شاء الله. الان يا اخوتي الكرام اريد ان يعني نعيش هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته في امان، يدخل عليه هؤلاء اليهود ويستأذنون عليه، وأمنا عائشة تسمع هذا الحوار: أنتم أيها اليهود تستأذنون على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتسبونه في بيته؟ ما هذه الجرأة وما هذا الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدخلون بيته ويأذن لكم ثم تسبونه في بيته وتقولون له: السام عليك. فهذا يدلك على حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى شرعته، ففيه أيضا أنهم يحقدون أيضا على المسلمين، يحقدون على المسلمين. وما يفعل الآن بفلسطين وأهل فلسطين ليس عنا يعني ببعيد، ونرى الحقد والحسد على هذا الدين وهذا الذي يفعلونه ليل نهار، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فتبين لهم الحق لكنهم يحسدوننا ويحقدون علينا
أن أعطانا الله عز وجل هذا الدين ولله الفضل والمنة. فقلت، أي عائشة رضي الله عنها، فقلت: بل عليكم السام. وهذا فيه أمران. الأمر الأول إخوة الكرام أن عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تسمع كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فردت مباشرة قالت: عليكم السام. وفيه أيضا أن أمنا عائشة رضي الله عنها ما استطاعت أن تتحمل أن يسب هذا الدين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن فطنته. هذا القدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أمر، ألا وهو أن هذا الدين عظيم. إخوة الكرام، الناس خذوها قاعدة، الناس لا يسقطون رجلا فاشلا ولا يسقطون رجلا يجلس على الأرض، إنما دائما تحاك المحاولات والمناورات لإنسان ناجح أو امرأة ناجحة، يحيكون حولها المؤامرات والمحاولات، لكن الإنسان الفاشل هو فاشل، يتركونه في إيه؟ في حاله. فهذا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم لهو دليل على عظم دينه وعلى عظم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أيها الإخوة الكرام، ألا وهو أن الداعية قد يهان في نفسه وقد يهان في أهله وفي سمعته. هذا الذي يتعرض للدعوة ويتعرض لنصح الناس، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل جملة الصالحات، ومن ضمن هذه الصالحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الصالحات، وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق. إذا تواصوا بالحق سينالهم الضرر وسينالهم الأذى، إما في أنفسهم وإما في أهليهم وإما في سمعتهم وإما في دعوتهم وإما في أموالهم. فقال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر، أي على هذا الداعية أن يتواصى بالصبر، فينتبه لذلك. فيجب علينا أن نصبر إخوة الكرام. وفي هذا الحديث الجميل أيضا إثبات صفة الرفق لله عز وجل والمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فالرفق من صفات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فهذا الرفق مطلوب في كل الأحوال، لكن هناك بعض الأحوال لا تحتاج، قد يكون تحتاج بعض الشدة أو بعض القوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير في الأمر كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسألة الرفق: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. والتؤدة أي الرفق والترفق. لكن هل كل شيء، يعني ما دام في رفق
هذا لا يدعون إلى التكاسل والتقاعس والترفق، لا، لابد أن يكون هناك حكمة. فالوقت الذي يحتاج فيه الأمر إلى رفق يكون رفق، والأمر الذي يحتاج فيه إلى بعض من القوة يكون القوة هي مكانها. إن الله عز وجل، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وهذا حديث أيضا عظيم نطبق في حياتنا. فنحتاج أيها الإخوة الكرام إلى الرفق والتأني مع الأم والأب، الرفق والتأني مع الأم والأب. تعجل عليهم، يعلمون أكثر مما نعلم، وعندهم من الخبرة. ارفق بالأم والأب، يكون الأب والأم عندهم خطأ، عندهم أمور، لكن عندما أريد أن أأمرهم وأنهاهم لابد أن يكون بالرفق واللين، بحيرة وقبلة على رأس الأب وقبلة على رأس الأم. فهذا يعني يفتح القلوب إلى النصيحة التي تريد أن تقولها لأبيك أو لأمك. والرفق مع الزوجة، والرفق مع الزوجة أيضا. إن لم تسمع المرأة كلمة طيبة من زوجها فممن تسمع؟ وإن لم يدخل الرجل على امرأته السعادة والبهجة وعلى أهل بيته فممن يطلبون السعادة؟ هذه أمور يجب أن ننتبه إليها. فالمرأة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ نساء المسلمين أجمعين، فالمرأة إن لم تسمع كلمة طيبة من زوجها وثناء ومدح حتى ولو كان بالكذب، إن لم تسمع هذه الكلمات من زوجها وهذا الرفق في المعاملة والمعاشرة في البيت، فممن تسمع؟ تسمع من رجل غريب ويقع ما يحمل عقباه. نسأل الله عز وجل العافية وأن يستر نساء المسلمين. فهذا أمر يجب على الرجال أن ينتبه الرجال لهذه النقطة. المرأة تريد كلمة طيبة من زوجها، تريد كلمة طيبة من زوجها، تريد معاملة حسنة من زوجها. واستمتعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمتعوا بهن على عوج، استمتعوا بهن على عوج. ومن الأمور أيضا الرفق مع الأولاد. على الأب مع أولاده أن يتكلم مع أولاده. يعني الإنسان مقصر، كلنا مقصرون، لكن أن يكون التقصير إلى العنف في المعاملة. يعني العنف في المعاملة، بنت لا تسمع كلمة طيبة من أبيها، والبنت لا ترى أي معاملة طيبة من أبيها، إذن ماذا تنتظر منها؟ ماذا تنتظر من هذه البنت؟ فننتبه لذلك، فلنتناقش مع أبنائنا، نتكلم مع أبنائنا وبناتنا، نسمع لهم، دعوهم يتكلموا. في هذا الحديث العظيم، حديث الغلام الأخدود، كان الغلام يتكلم مع الراهب ويحكي له كل شيء، لأنه الساحر يضربه والأب في والأم في البيت يضربونه. طيب أنا أسأل الآن، لو هذا الولد لم يجد الراهب، لربما وجد صاحب سوء، لربما وجد مدمن مخدرات، لربما وجد من يأخذه إلى مكان كذا وكذا. والسبب هو الأب الذي لا يسمع لأبنائه ولا يسمع لبناته. عندما يريدون أن يشتكوا له في أمر ما فليسمع وليعطيهم وقتا لهذا الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أزواجنا وبناتنا ومن قبل ذلك. أمهاتنا الرفق إخوة الكرام له سبل كثيرة. فهناك رفق في الدين، وهناك رفق في التبليغ، وهناك رفق
مع الجهلة، وهناك رفق مع طالب العلم المبتدئ، وهناك رفق في الدعوة إلى الله عز وجل، وهناك رفق بالوالدين والمساكين والعصاة. تشبه بهذا الأمر في الغرب، فرفق الرفق الإسلام بالحيوان قد فاق كل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم، إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خير، انتبهوا انتبهوا، يعني لعل هذه الجملة تقال عندما في مناسبات الزواج. يقول الأب لابنه أو لابنته، وتقول الأم لابنتها أو ابنها، يا بني إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق، فكن رفيقا بزوجتك، وأنت يا ابنتي كوني رفيقة بزوجك. هذه من يعني من الأحاديث العظيمة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انتبهوا لهذه النقطة، لأن كثير من يسمع هذا الحديث يصرفه مباشرة على الحاكم، وهذا بالفعل على الحاكم ابتداء، لكن اسمع إلى الحديث مرة أخرى. اللهم ومهما كان يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وسنتهم أن يؤدبوا ويذبوا علمهم حسن الأخلاق. نعم نعم اللهم من ولي من أمر أمتي، من أمر أمتي، قد يكون هذا الذي تولى أمر شيء، قد يكون المدير في المصلحة، قد يكون مدير الشركة يتولى أمر بعض، قد يكون مدير المدرسة، قد يكون مدير المستشفى، فهذا قد تولى أمر، يعني مدير المستشفى تحته من العمال ومن الموظفين ومن الأطباء يقرب من 500 تقريبا، فهذا قد ولي أمر الأمور المسلمين، فلينتبه لذلك وأن يكون فلا يشقق عليهم، فلا بد أن يرفق بهم وأن يطبق القانون الذي اتفقوا عليه. من أنواع الرفق الرفق في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. وصلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. طيب، هناك رفق أيضا في تبليغ الدعوة إلى العباد، في تبليغ الدعوة إلى العباد، ننتبه إلى هذا الأمر أيضا. والرفق مع الجهلة، الرفق مع الجهلة، تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد ثم بال في المسجد، وأراد الصحابة أن يهموا به ويضربوه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، انظروا إلى الرفق، انظروا إلى الرفق، دعوه واريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أي جردل سجلا من ماء، أو اريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولمتم معسرين. وهذا قمة الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق مع المبتدئ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه معاوية بن حكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الحديث، يقول: أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، هم يصلون، عطس رجل من القوم، فقلت، هم يصلوا، فقلت: يرحمك الله. فراعت القوم بأبصارهم، يعني ضروري نظرة كده يعني، وسكلة أماه، ما شأنكم تنظرون إليهم، كل هذا في الصلاة،
كل هذا بصلاة، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخذهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يريدون أن يسكتونني، سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو يقول رضي الله عنه: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني أي زجرني ولا عبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لو حدث هذا في مساجدنا اليوم لا كانت يعني مشاجرة، وكانت يعني تطاول بالأيدي وبالألسن، وكانت هناك مشكلة كبيرة. أيضا لابد من رفق في الدعوة والرفق في تعليم الناس أيضا، ورفق بالمساكين، وقلنا الرفق بين والرفق بالعصاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متآخين، وكان أحدهما يذنب، يعني رجلان إخوة مع بعضهم، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، هذا المطيع يرى أخاه على الذنب فيقول: أقصر، يعني اترك هذا الذنب وهذه المعصية. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال هذا العاصي: قال: خليني وربي، اتركني أنا وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فقال هذا المطيع: فقال: والله لا يغفر الله لك. وهذا فيه تألي على الله عز وجل، هذه المغفرة بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد حتى نقول الله عز وجل يغفر لفلان ولا لا يغفر لفلان. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمة؟ يعني كنت تعرف اللي في نفسي؟ أكنت بي عالمة؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. إذن لابد إخوتي الكرام من الرفق بالعصاة، الرفق بالعصاة. ولنعلم جميعا أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين حسن الخاتمة. نختم إخوتي الكرام بالرفق بالحيوان. فعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان له غلام يعمل على بغل له يأتي بدرهم له كل يوم، فجاءه يوما بدرهم ونصف، فقال: ما بغلك؟ فقال: نفقت السوق. فقال: لا، ولكنك أتعبته، أرحه 3 أيام. يعني قال له ايه؟ ريح، ارح هذه الناقة 3 ايام فيها رفق بالحيوان. وتذكرون ايضا حديث هذه المرأة البغي التي غفر الله عز وجل لها لانها سقط كلبا، فلما هي سقط لنفسها اولا وشربت، فوجدت كلبا يلهث من الثرى ومن العطش، اخذت موقها وخفها وقالت: ان هذا الكلب بلغه من العطش ما بلغني. فاخذت موقها ثم جعلت الماء في هذا الموق في الخف،
وأعطت الكلب، فلما شربت، وفي الحديث روايتان، فشكر الله لها، تبعون تبعون، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وفي رواية فشكر الله لها، أي أن هذا الكلب شكر الله عز وجل لها أدخلها الجنة، ففيه من الرفق بالحيوان. وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فامرأة تدخل النار في هرة وامرأة تدخل النار في كلب، فهذا من الرفق بالحيوان الذي أمر به الإسلام. وإذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته، عندما نريد أن نذبح دجاجة أو شاة أو إبلا أو كذا، لابد أن يحد هذا الذي يريد أن يذبح، يحد شفرته حتى لا يؤلم هذه الذبيحة، وألا يري الذبيحة يده، يعني نريد أن نقتلها مرتين، فلا نري الذبيحة السكين حتى لا تخاف ولا تقتل مرتين. فننتبه لذلك إخوتي الكرام. أنهي بهذا الموقف الطريف للشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو وجميع موتى المسلمين. الشيخ حسن البنا رحمه الله كان يعني قادما في الذكريات مذكورة، كان قادما إلى مدينة بنها في مناسبة الإسراء يعني شرح لمسألة الإسراء والمعراج، وتكلم بحضرة الشباب والشيوخ، يعني المحاضرة تركت أثرا طيبا. لكن عندما أراد الانصراف، أحضروا له سمونه في القديم يعني، وما زال موجود يعني إلا قليلا، سمونه حنطور، يعني عربة بها حصان، ليأخذوه إلى محطة بنها. أثناء الذهاب إلى محطة بنها التف حوله كثير من الشباب ومن الناس، فركبوا معه العربة، واكتظت العربة بالناس. قال الشيخ وقتها: يعني أرى أن تنزلوا، يعني أن تنزلوا، لأن إيه العدد هكذا كثير جدا. فقال أحدهم: اطمئن يا شيخ، العربة وصاحب العربة من الإخوان. فقال الشيخ حسن البنا رحمه الله: لكن الحصان ليس من الإخوان. فهذا يعني من الذي يعني في مسألة الرفق بالحيوان. فقال الشيخ حسن البنا رحمه الله، الشيخ حسن البنا قال: إن كان صاحب الحنطور من الإخوان فالحصان ليس من الإخوان، فارفقوا بالحصان وانزلوا حتى لا يكون العدد كثيرا ولا يحدث ذلك ضررا على هذا الحيوان. فهذا هو ديننا أيها الإخوة الكرام، فيه من الرفق وفيه من اللين وفيه من الرحمة وفيه من التواصي بالشباب وفيه من التواصي بالآباء وفيه من التواصي بالأمهات. هذا هو ديننا الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يميتنا على هذا الدين ويجعلنا من المتمسكين به، وأن يحسن خاتمتنا وخواتمكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من شرور الأشرار. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في سوريا. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم إنهم عطشى فاسقهم، جوع فأطعمهم، حفاة تحملهم، مرضى فداوهم. اللهم استر نساءهم، اللهم احفظ نساءهم من كل سوء. اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم رحماك بإخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وجزي إخواننا في أكاديمية الدارين خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.
اللهم آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر لكم عن أي خطأ أو إساءة أو أي شيء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على طاعته وفي رحمته وفي مستقر مقامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.